مشاهدينا من جديد. بهدف إبراز إبداع الشاعرات الكفيفات وتعريف المجتمع بقدراتهن، نظمت جمعية المكفوفين الخيرية في منطقة الرياض كفيف أمسية لعدد من الشاعرات الكفيفات، وذلك على شرف حرم ولي العهد الأميرة عبطة بنت حمود الرشيد، وبرعاية جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي والإبداع في التربية الخاصة. مشاهدينا، التفاصيل أكثر حول هذه الأمسية بتكون مع ضيفتنا في الاستوديو الشاعرة والأديبة ومديرة الأمسية الأستاذة رجاء العبد القادر. مساء الخير أستاذة رجاء، وحياك في سيدتي. الله يحييك يسلمك وشكرا لثقتك. شكرا لوجودك معنا. وبداية خلنا نتعرف من خلالك كيف كانت الأمسية تحديدا، أنها أخذت وقت جيد من الاستعدادات وكانت يوم الأربعاء الماضي. صحيح. أولا أشكر الاستضافة وأشكر الثقة لجمعية كفيف أن جاتني الدعوة لإدارة الأمسية من الدكتور ناصر الموسى ومن أمين الجائزة اللي هي الأستاذة حصال الشيخ. الحقيقة الجميل جدا في الموضوع أني أنا كشاعرة حصدت طالباتي وأصبحنا هن من يقفن على المنبر ويلقينا بشعرهن. نعم، هذا أجمل شيء كان بالنسبة لي أنا. ما في شك أن الأمسية كانت رائعة بوجودهم، بوجود سمو الأميرة عبطة بنت حمود الرشيد حرم ولي العهد. الحقيقة كانت لها لمسات وتفاصيل حلوة جدا في الأمسية. مثل في تكريم الشاعرات رفضت أنهم ينزلوا، هي طلعت على الستيج وكرمتهم وعلقت على كل واحدة. هذا دليل أنها كانت مستمعة جيدة لشعرهن. صحيح. واللي قالت لها أنت كده ببساطة، قالت لها أنت كنت ونيسة الحفل، واللي قالت لها أنت أثرتي فيها بقصيدتك عن أمي. إذا نبي نتكلم بصورة واضحة، أولا نشكر الريادة في هذه الجائزة إن هي أعطيت لذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت بنت الشيخ الله يرحمه الشيخ محمد بن صالح بن سلطان موجودة، وهي أمين الجائزة أو رئيسة الجائزة أعتقد. أمين الجائزة أستاذة حصال الشيخ. كله كان مندفع في الأمسية أنه ينجح الشاعرات. الشاعرات لهم مشاركات قبل كده، والحمد لله كان لي مساهمات في هذا الشأن بأنهم دخلوا في مهرجان الثقافة الوطني، بالذات هدى التركي، عرفت الآن في الأوساط الشعرية والأدبية جدا. الأمسية كانت فيها بهجة، وهذا ما كنا نسعى له. ما كان فيها تكلف، كان فيها حميمية، وهم فعلا الشاعرات رحمة الدنيا. ما شاء الله. هذا يحدون إذا سمحتي لي بكلمة بسيطة. تفضلي. إن مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة It's not show up، ليست فقط إنه مجرد عرض أو نوري الناس هذا الشيء. بالضبط. كل ما دعمتيهم النتائج بتثبت نفسها، إنه الآن هما فعلا أثبتوا إنه هما شاعرات يقفن على منبر، وهذا احتياجهم الأساسي. وما شاء الله لها سبب طبعا. أستاذة رجاء، إحنا طبعا معنا عبر الهاتف شاعرة من ضمن الشاعرات المشاركات والمتميزات، معنا عبر الهاتف شمة العتيبي طبعا وهي إحدى المشاركات. مساء الخير يا شمة، وحياك في سيدتي. مساء النور، حابة أشكركم على إتاحة الفرصة لي، ومساء الخير أستاذة رجاء وسيدة بلقائي بك مرة أخرى. احنا اللي سعيدين في وجودك معنا طبعا، وان شاء الله نتمنى انك تكوني مره في ضيافتنا هنا في الاستوديو. لكن طبعا ما شاء الله، يعني انت من المتميزات اللي كنت موجودين في الامسيه، القيتي عدد من القصائد عاطفي اجتماعي وطني، لكن تميزتي بالفصحى، صحيح؟ صحيح. حدثينا كيف كانت المشاركه. اتصلت بي الاستاذه حصه الشيخ واخبرتني بانها تريد، انها منذ زمن طويل تريد ان تكون هناك امسيه للكفيفات وترغب بمشاركتي. بديت استعدادي على الفور، واخبرتني ان سمو الاميره عبطه بنت حمود الرشيد ستكون حاضره، وبديت استعدادي وبالفور حجزت على الرياض واتيت للرياض، والحمد لله تمت الامسيه وكانت جدا رائعه بالنسبه لي. الحمد لله. طب شو اكثر شيء كان فعلا رائع في الامسيه مثل ما قلتي كانت رائعه؟ في الحقيقة أنا يعني أول مرة أكون في حضرة يعني جمهور،
في حضرة سمو الأميرة، وهذه أول مرة لي، وكنت أتوقع أني راح يعني ألقى يعني ما تكون بهذا الشكل. يعني سمو الأميرة الله يحفظها كانت يعني متواضعة جدا، ولم نشعر أبدا يعني بحواجز بيننا وبينها أثناء لقائنا بها، بالعكس كانت حافز للتشجيع وحافز لنا نحن نكون يعني نسير إلى الأمام في هذا المجال يعني أكثر وأكثر. أكيد طبعا يا شمة، أكيد ربي يوفقك، لكن إيش رأيك طبعا نسمع شيء ولو بسيط من قصيدة وطنية لك؟ طيب عندي قصيدة بعنوان سعودية وأفتخر. أقول فيها: كم سجدت لله شكرا، كم سجدت لله شكرا أن جعلني أنتمي لهذا الوطن، في ظل حكم آل سعود الذين حكموا بشرع الله فينا وما جاء به النبي من السنن، وما جاء به النبي من السنن، إذ امتثلوا لقول الله فلم يعبثوا في وجه كفيف ولم يرضوا له أن يمتهن، وأقروا له حق التعليم والعمل كي لا يكون للجهل والحاجة مرتهن، فكانت مشاعرهم فكانت أعمالهم لنا منجا وقلوبهم لمشاعرنا سكن، فيا رب احفظ مليكنا سلمان، مليكنا سلمان، مليكنا سلمان، احفظ مليكنا سلمان الأب الرؤوم العطوف المؤمن، الأب الرؤوم الحنون المؤمن، واشدد أجره بولي عهده مقرا الذي اسمه بالسلام والحكمة اقترن، وسدد خطاهما بولي عهدهما محمد بن نايف الذي نذر نفسه لحماية الوطن، وأبقني يا رب سعودية أبصر بحب آل سعودة واجعلهم لنا قرة الأعين. آمين آمين يا شمة، ما شاء الله جميل جدا. آمين. شماء العتيبي طبعا إحدى المشاركات في الأمسية الشعرية، شكرا جزيلا لك يا شماء، تحياتي طبعا لك ولجميع المشاركات. أستاذة رجاء، طيب بالنسبة للما شاء الله يعني أسلوب رائع، إلقاء جميل، لغة ممتازة، حسها عالي جدا، حسها عالي جدا، حسها عالي جدا، لكن في ملاحظات أنا بيني وبينها بعدين أجلس معاها. أكيد طبعا، لكن أنتوا على أي أساس اخترتوا؟ يعني إيش المعايير اللي اخترتوا على أساس المشاركات؟ والله هذا جمعية كفيف اللي اختارت الشاعرات، أنا جاتني الدعوة لإدارة الأمسية فقط، شمة أتعرفت عليها لأول مرة، وفي سارة العتيبي أيضا أتعرفت عليهم لأول مرة، ولكن طالباتي القديمات كانت واحدة منهم هدى، هدى التركي هي إحدى طالباتي اللي لي سنين معاهم صولات وجولات. طب تتكلمنا مثلا عن هدى، واحدة من طالباتك ما شاء الله لها كم سنة مثلا تكتب الشعر أو تقرض الشعر عموما؟ والله أنا فوجئت فيها قبل يمكن 5-6 سنوات، رغم الظروف اللي هي تمر فيها والصعوبات اللي هي فيها، ولكن لقيت عندها حس عالي في كتابة الشعر، فشجعناها وشجعتها كمان أستاذة تذكار الختلان، هي شاعرة كبيرة، ودخلت وشاركت في 3 سنوات في مهرجان الثقافة الوطني الجنادرية ما شاء الله في الرواق النسائي الثقافي. هذا يعني أتمنى أن يسلط الضوء على ذوي الاحتياجات الخاصة، لا يخفى علينا أنه يعني الآن المرأة مقتدرة في السعودية، وهذا بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة اللي جعلت للمرأة مشاركة، ومشاركة فعليا يعني ليس بالكلام فقط، هنا لها دور المرأة في مساندة ذوي الاحتياجات الخاصة لأنهم يملكون الإبداع والفكر. هذا طه حسين أنا قلتها في الأمسية طبعاً. شارك في وضع دستور مصر، طلب منه من الحكومة المصرية في ذلك الوقت أن يساهم في وضع دستور مصر السياسي، فهذا يعني إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أعتقد أن لهم دور، يحتاجوا إلى الدعم، يحتاجوا إلى أجهزة إلكترونية الآن في الجمعية بشكل أكبر من الموجود، صحيح؟ يحتاجوا إلى الجلوس معهن. أنا بصدد الآن إخراج مجموعة قصصية ببرايل، وأيضا تخدم الصم
جميل جميل. أدعي لي أنها تخرج إن شاء الله المجموعة. إن شاء الله أكيد, أكيد إن شاء الله تخرج, وأكيد إن شاء الله فينا سيدة نتكلم عنها. أنا بعض القصص هي 17 قصة حخلي هم الكفيفات يكتبوها. مثلا قصة عن الألوان. طب ليه هذا سؤالي الأخير. يا سلام هم اللي يكتبون. سؤال جيد. ليش يكتبوها؟ أنا لا أرى الألوان كما تراها الكفيف. فهم اقترحوا بجلساتي معاهم, كنت اجتمع معهم في المكتبة الرقمية لتداول في هذه القصص, أبى أشوف إيش نظرتهم. الاتيكيت احتياجاتها هي في المساعدة, هي ما هي محتاجة لشفقة. هي محتاجة أنا أكلمها زي ما بتكلم مع أي إنسان عادي, لأن أنا خاطب فكرها. بالضبط. أحكي لك قصة كده بسيطة. تفضلي. طلب مني في مهرجان مكاني بينكم, كنت مساندة خلف الكواليس للزميلات من المشرفات التعليم الخاص, وكان مهرجان يعتبر انترناشونال الصحيح. كان عالمي رائع جدا, جميع الفئات شاركت فيه. فطلب مني أن أكتب قصة. في الأخير قلت لهم والله أنا لم أتفاعل مع الموقف, قصيدتي ما تطلع. فقالوا لي عندهم تدريب في معهد النور. ذهبنا إلى معهد النور فإذا بطالبتين يتحدثوا مع بعض في البريك خلال التدريب. تقول لها لا كلمتك طالعيني شوفيني. وهي كفيفة طبعا, وهما الاثنين الزميلات كفيفات في المرحلة الثانوية, أخذين بريك يفطر, وما هم دارين إن إحنا قاعدين, يعني قاعدين ننتظرهم بعد البريك عشان يكملوا التدريب. فقالت لها طالعيني لما تكلمي معاي. قالت لها أنا ما أشوفك. قالت لها بس أنا أحس فيك. أكيد طبعا. هذه طلعت القصيدة. هو موقف السلام. سبحان الله الشاعر موقف. لكن إن شاء الله في انتظار هذه المجموعة الخصصية, وتشرفينا طبعا مرة ثانية في سيدتي نتكلم عن الموضوع بشكل أكبر. شكرا جزيلا. الأستاذة رجاء عبد القادر الشاعرة والأديبة ومديرة الأمسية الشعرية, شكرا على وجودك معنا طبعا في سيدتي. شكرا جزيلا. ومشاهدينا أكيد فقراتنا في سيدتي دائما مستمرة ومتنوعة, لكن بعد الفاصل.